أنا بدي موت هون بسوريا وماني طالع. سورية لن تكون بعد اليوم مملكة للصمت. بنات سوريا وأبناؤها يصنعون التاريخ بدمائهم وصمودهم وبطولاتهم في ثورة شعبية سلمية هي واحدة من أهم ثورات العرب في تاريخهم الحديث. أنا ما فكرت بحياتي بأمني الشخصي، فليش بدي خاف من العم؟ ماني خيفان. فهلأ صار عمري 82 حاجتي، فإذا قتلوني أحسن لي روح شهيد من ما إني روح الآن اجتاز الحدود وصير لاجئ عند اللئام. أنا بدي موت هون بسوريا وماني طالع.